كشفت مصادر إعلامية ألمانية أن النظام القطري لجأ إلى خدعة لدى استضافته بطولة كأس العالم لكرة اليد في العام 2015 عبر استخدامه نسخة زائفة من كأس البطولة بدلا من الكأس الأصلية في حفل الافتتاح. أوضحت المصادر نقلا عن رجل أعمال من أصل عربي استعانت به الدوحة لتجهيز هذه النسخة أن قطر لجأت لتلك الحيلة بعدما فشلت الشركة الإيطالية المكلفة بتصنيع الكأس في إنجازها في الموعد المحدد، وهو ما كان سيؤدي إلى ألا يتمكن أمير قطر حينها من حملها في حفل الافتتاح كما كان مقررا.